السلام عليكم. اليوم راح ناخذ اللي هو نيو تشابتر. هذا الشابتر راح يكون عن اللي هو sensitivity of selected bacteria to common antibacterial agents. طبعا هذا الشابتر راح ناخذ فيه احنا اللي هم الموست pathogenic bacteria. نشرح عن كل بكتيريا من ناحيه اللي هي الباثوجينستي انفكشن المورفولوجيكال كاركترستكس، وبالاضافه اللي هو الكرنت يوز انتيبايوتكس. الكرنت يوز انتيبايوتكس هم الدراج اوف تشويس. فطبعا احنا اخترنا اللي هو حسب اللي هو الكتاب الجدول الموجود بالكتاب تبع هيوغو اند روسل الفارماسيوتيكال مايكروبيولوجي. اخترنا هذا التيبلز اللي هم 3 تيبلز. هذول التيبلز راح نشرح لكم اياهم ايش بالتفصيل. فاول بكتيريا موجوده عندنا اللي هي ايش اسمها استفالوكوكس اوريوس. هذا الاستفالوكوكس اوريوس احنا بنعرف انه هاي البكتيريا موجوده باجسامنا از انديجينوس مايكروفلورا وتعايش معنا. سموها ايش؟ هيومن مايكروبيوتا او مايكروفلورا، انديجينوس مايكروفلورا. ثاني هاي البكتيريا الاستفالوكوكس اوريوس اعتبروها هي جرام بوزيتيف، واعتبروها هي واحد من ممبر اوف انديجينوس مايكروفلورا اوف اور بودي. وطبعا وين موجوده بجسمنا؟ فريكوينتلي فاوند وير ان ذا ابر ريسبيرتوري تراكت اند اون ذا سكن. وبالتالي هاي البكتيريا الاستفالوكوكس اوريوس يوجوالي اكس از وات از كومنسل اوف ذا هيومن مايكروبيوتا، اند اولسو ات كان بيكم ايش؟ ان اوبورتونستيك باثوجين. شو معنى كلمه اوبورتونستيك؟ يعني ايش؟ انها هاي البكتيريا انتهازيه، يعني موجوده بجسمنا تعيش معنا، بس اذا بتلاقي فرصه تعمل انفكشن تعمل انفكشن، اسمها اوبورتونستيك. Being a common cause ايش؟ طبعا هي بتسبب different infections in our body, different organs and tissues. لكن احنا راح نحكيهم بالتفصيل. Being common cause of skin infections included ممكن تعمل skin infections عندنا. يعني معظم ال skin infections caused by this bacteria, Staphylococcus aureus. Abscesses, respiratory infections such as sinusitis and food poisoning. يقول لك an estimated تقريبا 20% to 30% of the human populations are long term carriers لهم ايش؟ Staphylococcus aureus, which can be found where? As normal microflora in skin, flora in the skin, upper respiratory tract, وكمان موجودة وين عندنا؟ اللي بسموها بالنوسترلز، بالنوسترلز. And as a normal inhabitant of the ايش؟ Lower reproductive tract of woman. برضه موجودة بالفيميلز وين؟ تعيشة بالreproductive tract of woman. طبعا هاي البكتيريا الاستافيلوكوكس اوريوس كان كوز ا رينج اوف illness. ايش كان كوز ا رينج اوف illness from minor skin infections to what to ايش to life threatening ايش infections. خلينا نشوف اللي هم ايش هم المانر ايش المانر skin infections. اذا قلنا الاستافيلوكوكس اوريوس مسؤوله كوز رينج اوف illness from minor skin infections such as pimples, impetigo, boils, cellulitis, folliculitis, carbuncles, scalded skin syndrome, abscesses. وبرضه بتعمل ممكن تعمل عندنا بتعمل ايش؟ life threatening disease. شو يعني life threatening disease؟ يعني ممكن الانفكشن تبعها يؤدي الى حاله الوفاه such as pneumonia, meningitis, osteomyelitis, endocarditis, toxic shock syndrome, bacteremia, and sepsis. وبالتالي بحكي لي انه it is still one of the five most common causes of hospital acquired infections. وقلنا شو معنى كلمة hospital acquired infections؟ اللي هي الأمراض المكتسبة بالمستشفيات. And is often the cause of wound infections following surgery. وبرضه ايش؟ بقول لك هي كمان واحدة من البكتيريات اللي بتكون سبب رئيسي بالانفكشنز بالذات اللي بيكون عندهم wound واللي ايش؟ after ايش؟ surgery. طيب هاي البكتيريا Staphylococcus aureus قلنا هي بنعتبرها احنا جرام بوزيتيف most pathogenic ones. نعتبرها هي موجوده متعايشه معنا بجسمنا. البكتيريا هذه اوبورتونستيك انتهازيه وبتعمل ايش؟ انفكشنز ان ديفرنت اورجنز اند تيشوز اوف اور بودي. خلينا نشوف ايش هم الكرنت يوز انتيبايوتكس ريجاردينج التيبلز الموجوده عندنا بالكتاب. هاي عندك التيبل اللي هو 14.1 سنسيتيفيتي اوف سيلكتد بكتيريا تو كومن انتي باكتيريال ايجنتس. في عندنا اللي هو الادويه. طبعا خلينا نحكي اول شيء عن الادويه، بعدين نحكي عن كل بكتيريا ايش هم الادويه او الرجز الكرنت يوز او السنسيتيف له. طبعا في عندنا احنا اللي هو في التيب في مصطلحات، في كلمه بلس، يعني بلس معناتها شو معنى بلس؟ يعني سنسيتيف، يعني هذا الدواء بقتل هاي البكتيريا. طيب شو معنى بلس انتو براكتس؟ معناتها انه هذا الدواء هذا الدرجز نوت ابروبريت ثيرابي، يعني مش العلاج المناسب.
طيب اذا بكون في عندي بلس وفي فوقيها ستار، شو يعني؟ معناتها بقول لي انه ايش؟ بقول لي انه ريرلي انه ممكن يكون في بعض السترينز بس ريرلي انها تكون ريزيستنس لهذا الدواء. بلس عن ماينس يعني بقول لي انه في بعض السترينز ريزيستنس لمين؟ لهذا الدواء. بالتالي هذول ايش؟ بدنا نعرفهم احنا. فبالتالي في عندنا من الادويه هذه الموجوده بالتابل في عندي مجموع من جميع المجموعات، يعني من مجموعه البيتا لاكتامز انتيبايوتكس في عندنا ادويه مثلا من مجموعه البنسلينز. مين من البنسلينز موجود بالتابل؟ عندي بنسلين في، عندي بنسلين جي، عندي ميثيسيلين، عندي فلوكسيسيلين، عندي امبيسيلين، عندي اموكسيسيلين، عندي تايكرسيلين، هذا كلهم من ايش؟ من البنسلينز. طيب شو في عندي كمان في التابل؟ في عندي كمان من مجموعه البيتا لاكتامز انتيبايوتكس من مجموعه السيفالوسبورينز. ايش في ادويه من السيفالوسبورينز بهذا التابل؟ سيفازولين، سيفامندول، سيفروكسيم، سيفوكسيتيم، سيفتاكسيم، سيفتراكسون، سيفتيزيديم. وفي عندي كمان من مجموعه الماكرولايتس في عندي اللي هو ايثرومايسين، وفي عندي من مجموعه التيتراسايكلين اللي هو التيتراسايكلينز، في عندي مجموعه كلورامفينيكولز اللي هو الكلورامفينيكول، في عندي مجموعه فلوروكينولز اللي هو السيبروفلوكسيسين، في عندي مجموعه الامانج لاكوسايتس اللي هو جنتامايسين، دوبرامايسين، امايكاسين، نيتلمايسين، وفي عندي مجموعه السلفانامايدز، وفي عندي مجموعه الترايميثبريم سلفاميثكسازون. هاي الادويه الموجوده عندي بنعرف انه هاي الادويه كلها هاي الدراجز من ناحيه ميكانيزم اوف اكشن بتشتغل في اماكن مختلفه على البكتيريا. فلو جينا اخذنا المجموعه الاولى مجموعه البيتا لاكتامز انتيبايوتكس، وين بتشتغل البيتا لاكتامز انتيبايوتكس على البكتيريا؟ لما شو بتشتغل على السيل وول. شو بنسميهم هذول الادويه اللي هم البنسلين في وبنسلين جي وميثيسيلين وسيفازولين؟ بنسميهم اللي هو سيل وول انهبيتور سينثيسيس. سيل وول انهبيتور سينثيسيس يعني بتمنع تكوين السيل وول في البكتيريا. ممتاز. طيب اجينا على المجموعه الثانيه، مجموعه الماكرولايز قلنا زي الارثرومايسين. الارثرومايسين مجموعه الماكرولايز هذه وين بتشتغل على البكتيريا؟ اللي بتمنع تكوين البروتين في البكتيريا، بسموها بروتين سينثيسيس انهبيتورز. زي عندك ارثرومايسين، كليندامايسين، تتراسايكلين، كلورامفينيكول، كلهم هذول ايش؟ بيشتغلوا على البروتين، وبرضه مجموعه الامانج لاكوسايز اللي هم جنتامايسين، توبرامايسين، امايكاسين، نيتلمايسين. طيب في عندي مجموعات اخرى اللي هي بتشتغل وين؟ زي عندي اللي هو سيبروفلوكسيسين. السيبروفلوكسيسين وين بيشتغل عندي هذا؟ السيبروفلوكسيسين اللي هو من اي مجموعه؟ من مجموعه الفلوروكينولز اللي هو ايش؟ بيمنع تكوين الدي ان اي في البكتيريا، سموها دي ان اي سينثيسيس انهبيتورز. بيمنع تكوين الدي ان اي في البكتيريا. وفي عندي كمان اللي هو مجموعه اخرى اللي هي السلفانامايدز، من ناحيه مود اوف اكشن هاي المجموعه وين بتشتغل؟ تمنع تكوين الفوليك اسيد في البكتيريا. اوكي؟ تمنع تكوين الفوليك اسيد في البكتيريا. وقلنا الفوليك اسيد البكتيريا لازم البروتين لازم تصنعه باي اتسلف. اذا ما صنعت اللي هو فوليك اسيد البكتيريا ما بتعيش. لكن احنا الهيومنز بنصنع فوليك اسيد؟ طبعا لا، احنا بناخذه من الدايت. في عندي اخر مجموعه ترايميثبريم وسلفاميثيزون، هاي المجموعه نسميها مجموعه فوليت ريدكتيز انهبيتورز. اوكي؟ برضه وين بتشتغل؟ بتشتغل هاي المجموعه اللي هي بتشتغل على ستيب بتمنع انه البكتيريا تكون فوليك اسيد ما بين الستيب الثاني والثالث، اللي هو الستيب الثاني اللي هو الداي هيدروفوليك اسيد بده يتحول لتترا هيدروفوليك اسيد. اذا هاي الانتي بيوتكس كلياتهم. هاي عندي اللي هو البكتيريا الاولى اللي هي قلنا عنها ستافالوكوكس اوريوس. طبعا في عندي من ستافالوكوكس اوريوس في عندي نوعين، ستافالوكوكس اوريوس بنسلين سنسيتيف وستافالوكوكس اوريوس بنسلين ريزيستنس. خلينا نجي على اول شيء على ستافالوكوكس اوريوس اللي هم البنسلين سنسيتيف. بنلاحظ انه اول شيء ايش هم الدراجز من هذا التيبل اللي بيشتغلوا على الستافالوكوكس اوريوس بنسلين سنسيتيف؟ عندي بنسلين جي، عندي بنسلين في، عندي ميثيسيلين، عندي فلوكسيسيلين، عندي امبيسيلين واموكسيسيلين. هذا كلياتهم ايش؟ بوزيتيف يعني سنسيتيف. وعندي كمان السيفازولين من مجموعه السيفالوسبورينز، وعندي السيفامندول، وعندي السيفيروكسيم، والسيفوكسيتين، والسيفوتاكسيم، والسيفتراكسون، والسيفتيزيديم. هذول مجموعه السيفالوسبورينز كلهم بوزيتيف. عندي مجموعه ايرثرومايسين اللي هو برضه بوزيتيف اللي هو مجموعه الماكرولايتس. عندي برضه كلورامفينيكول برضه بوزيتيف. عندي مجموعه الامانج لاكسايدز برضه بوزيتيف على هاي البكتيريا، جنتامايسين، دوبرامايسين، امايكاسين، نيتلمايسين، كلهم بوزيتيف. وعندي مجموعه السلفانامايدز برضه بوزيتيف، وترايميثبرام سلفاميثكسزون بوزيتيف. اذا في عندي انا ايش؟ في عندي لارج نمبر اوف ايش؟ انتيبايوتكس انهم ايش؟ اكتف اون ذيس بكتيريا ستافالوكوكس اوريوس بنسلين سنسيتيف. لكن في عندي ادويه ثانيه انا هون انهم ريزيستنس لهي البكتيريا طبعا عندي. مثل مين؟ عندك التايكرسيلين اللي هو ايش؟ بلس انتو براكتس يعني نت ابر بريد ثيرابي. في عندك الكليندامايسين بوزيتيف وستار انه يعني بعض السترينز من هاي البكتيريا ممكن تكون ريزيستنس له. عندي التتراسايكلين برضه نفس الشيء بلس وفوق ستار يعني ممكن بعض السترينز تكون ريزيستنس
لا إله. سيبروفلوكسستين بلس ماينس، وقلنا البلس ماينس يعني انه ممكن بعض السترينز ريزيستنس، وبالتالي انا ما باخذوش كايش دراجز اوف تشويس. ممتاز. اذا هاي اللي هو حكينا لكم ايش من ادويه سنسيتيف، ايش من الادويه اللي هم ريزيستنس والنت ابروبريت ثيرابي. البكتيريا الثانيه اللي هي استافيلوكوكس اوريوس بنسلين ريزيستنس. هاي البكتيريا اللي هي بنسميها احنا مثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس ام ار اس، لانه بنعرف احنا اول دواء اشتغل اول فيرست دراجز يوز اجينست ستافيلوكوكس اوريوس اللي هو مثيسيلين. المثيسيلين من مجموعه البنسلينز بيتا لاكتامز انتيبيوتكس. هلا المثيسيلين كان اكتب على ستافيلوكوكس اوريوس، لكن ستافيلوكوكس اوريوس شو عملت؟ ستافيلوكوكس اوريوس اللي هي ايش عملت؟ عملت اللي هي ديفلوبمنت لبعض السترينز، وهاي السترينز اللي طبعا كيف عملت ديفلوبمنت لها جينيتيكالي اوكي، وصارت هاي البكتيريا ريزيستنس لمين؟ للميثيسيلين، فراحوا سموها ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس اللي هي الام ار اس اي. اذا الميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس از جرام بوزيتيف بكتيريا ذات ار جينيتيكالي ديستينكت فروم اذر سترينز اوف ستافيلوكوكس اوريوس. تالي الام ار اس اي از ريسبونسبل فور سيفيرال ديفيكلت تو تريت انفكشنز ان هيومنز. والام ار اس اي از ان سترين، ها ان سترين اوف ستافيلوكوكس اوريوس ذات هاز ديفلوبد through horizontal gene transfer. وهاي البكتيريا الام ار اس اي وين بتكون كومون؟ از كومون ان هوسبيتالز بريسونز اند نيرسينج هومز وير بيبل وذ اوبن وونز انفاسيف ديفايسز such as catheters and weakened immune systems are at greater risk of hospital acquired infections. يعني الناس اكثر ناس بكونوا يعني بكونوا عندهم القابليه ينصابوا بهاي البكتيريا اللي هم بكونوا بالهوسبيتالز بالبرسلز، والناس اللي بكونوا كمان وين؟ بكونوا عندهم جهاز المناعه ضعيف اللي بسموه اميونو اللي هي بنسميها ويكند اميون سيستم او بنسموها اميونو كومبرمايزد، وبرضه ايش؟ وبرضه هي ريسك عالي وين؟ بالهوسبيتال اكوارد انفكشنز اللي بتنتقل عن طريق المستشفيات. فبالتالي نحكي نحن الام ار اس اي بيجان از هوسبيتال اكوارد انفكشن بت هاز بيكم كوميونيتي اكوارد از ويل از لايف ستوك acquired. هاي اللي هي البكتيريا الثانية ستافيلوكوكس اوريوس بنسلين ريزيستنس. في عندي هاي البكتيريا طبعا بتكون اكثر ريزيستنس من مين؟ من ستافيلوكوكس اوريوس بنسلين سنسيتيف. فبنلاحظ مثال انه البنسلين في والبنسلين جي كان يشتغل على ستافيلوكوكس اوريوس العاديه، لكن بالنسبه لهاي الام ار اس لا ريزيستنس. المثيسيلين فلوكسسيلين كان يشتغل على الاولى على ستافيلوكوكس العاديه، هون عندي ريزيستنس. الامبيسيلين الاموكسيسيلين ريزيستنس، التاكرسيلين ريزيستنس، مجموعة السيفازولين ريزيستنس، بس في عندي السيفامندول والسيفروكسيم هذول بقول لي بوزيتيف بيشتغلوا على الام ار اس اي. السيفوكسيتين بقول لي انه بيشتغل على الام ار اس اي بس مش دراج اوف تشويس. السيفتوكسيم سيفتراكسون بوزيتيف. في عندي السيفتيزيدين بوزيتيف. ارثروميسين عندي بوزيتيف. في عندي كمان كلورامفينيكول بوزيتيف. في عندي جنتامايسين توبرامايسين امايكاسين ليترامايسين بوزيتيف. وفي عندي السلفونامايدز بوزيتيف، وفي عندي ترايميثابلوم والسلفامثازون بوزيتيف. اذا هي ريزيستنس اكثر شيء لمين؟ لمجموعه ايش؟ البنسلينز. ورايحين ناخذ هاي البكتيريا ان ديتيلز ونقول لك ايش، وحكينا عن ماده فيرست اللي هم ايش هم الموست كومن انتيبيوتكس اجينست اللي هو الام ار اس اي. في عندنا اللي هو البكتيريا الثالثه اللي هي اسمها ستريبتوكوكس بايوجينز. طبعا هاي البكتيريا ستريبتوكوكس بايوجينز نفس الشيء هي جرام بوزيتيف بكتيريوم. وهذه برضه موجوده وين بجسمنا متعايش معنا. It is clinically important for humans. It is an infrequent but usually pathogenic part of the skin. Skin indigenous microflora. نعتبر في عندي الجروب A streptococci when grown on blood agar typically produces small zones of epithelialysis اللي هو complete destruction of red blood cells. عشان هيك لما لا سمح الله الواحد بصير عنده acute tonsillitis التهاب باللوز وسببه الستريبتوكوكس بايوجينز بيتهمولايتيك بصير عنده ايش؟ بصير عنده تحلل للبلد بسموها ايش؟ بيتا هيمولايسيس بسموها، بتعمل ديستركشن للريد بلود سيلز بتلاقي حلقه لونه ايش؟ يلو ايلش ان كلر، وبتلاقي ايش؟ انه السيمبتومز عنده واضحه جدا جدا. فا ات از اولسو كولد اللي بسموها ايش؟ بسموها جروب اي بيتا هيمولايتيك ستريبتوكوكس يعني جي اي بي اتش اس. فمين كريتيريوم فور ديفرنتيشن بتوين ستريبتوكوكس اوريس سبيسيس اند ستريبتوكوكس سبيسيس اللي هو الكاتاليستس، لانه عندنا ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس تنتين جرام بوزيتيف والتنتين باثوجينيك والتنتين متعايشات بالهيومنز والتنتين اوبورتشنستك انتازيا. فاذا كان فبالتالي ستافيلوكوكس بتكون كاتاليز بوزيتيف
ستكوكسات تكون كتاليز نيجاتيف. فبحكي لي انه ان استيميتد 700 مليون اللي هم جروب اي ستكوكس انفكشنز اكر وورلد وايد ايتش يير، وايل ذا اوفر اول مورتاليتي ريت فور ذيس انفكشن از 0.1% اوفر 650,000 of the cases are severe and invasive and have a mortality rate of 25. إذن معناتها Streptococcus pyogenes برضو pathogenic bacteria تعمل infections بالhumans in different organs and tissues. نوع التعلم للستريبتوكوكس عندك اللي هي الستريبتوكوكس بلمونيا. طبعا الستريبتوكوكس بلمونيا is gram positive. وين موجودة هذه is usually found in pairs diplococci بسموها as a significant human pathogenic bacterium. Streptococcus pneumonia was recognized as a major cause of pneumonia in the late 19th century. فبالتالي وين موجود بجسمنا هذه البكتيريا؟ Streptococcus pneumonia resides where asymptomatically in healthy carriers typically colonizing the respiratory tract, جهاز التنفسي العلوي, sinuses and nasal cavity. So it spreads. كيف بتنتقل؟ It spreads by direct person to person contact via respiratory droplets and by auto-inoculation in persons carrying the bacteria in their upper respiratory tracts, and it can be a cause of neonatal infections. ونعرف عن Streptococcus pneumonia is the main cause of community acquired pneumonia and meningitis. ونعرف شو معنى كلمة community acquired pneumonia؟ يعني ايش حالات البلمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي، حالات الالتهاب الرئوي اللي بتجي لما خارج المستشفى. والمننجايتس نعرف اللي هو السحايا، وين بس اكثر شيء؟ بالchildren and in the elderly and of sepsis in those infected with HIV. والناس اللي بكونوا كمان immunocompromised، لأن بكون عنده HIV AIDS بكون immunocompromised. So the organism also causes many types of pneumococcal infections other than pneumonia. يعني بسبب كمان pneumococcal infections other than pneumonia، مثل إيش؟ bronchitis, rhinitis, acute sinusitis, otitis media, conjunctivitis, meningitis, sepsis, osteomyelitis, septic arthritis, endocarditis, peritonitis, pericarditis, cellulitis, and brain abscess. هلا خلينا نشوف ايش هم ايش the current use antibiotics against Streptococcus pyogenes و against Streptococcus pneumonia. التنتين حاطينهم في التابل مع بعضهم، وبنلاحظ انه في عندي بعض الادويه active positive وبعض الادويه ايش اللي هو resistant. خلينا نشوف ايش هم اللي هم البوزيتيف والاكتيف دراجز على هاي البكتيريا. مثل ميثاسيلين فلوكساسيلين بوزيتيف يعني اكتف، عندي سيفازولين بوزيتيف اكتف، عندي سيفماندول وسيفروكسين بوزيتيف اكتف، عندي سيفوكسيتين بوزيتيف اكتف، سيفتراكسون وسيفوتاكسين بوزيتيف اكتف، عندي سيفتازيدين برضو بوزيتيف اكتف، ارثروميسين برضو اكتف، وفي عندي كمان كلورامفينيكول اكتف، سيبروفلوكساسين اكتف، وفي عندي اخر شيء ترايميثبرم والسلفاميثكسيدون عندي اكتف. هذول كلمة active يعني كلياتهم ايش؟ انه هذول اللي بيعملوا كلينج لهي البكتيريا. لكن هاي البكتيريا في عندي ريزيستنس، يعني هي ريزيستنس لبعض الادويه طبعا نعم موجود. ريزيستنس للبنسلين جي بنسلين في، ريزيستنس للامبسلين اموكسيسيلين، ريزيستنس للتايكرسيلين، ريزيستنس للكلندمايسين، ريزيستنس للتتراسايكلين، ريزيستنس للسيبروفلوكساسين، وفي عندنا قلنا كمان السلفانامايدز برضه ايش ريزيستنس. فبالتالي السبتوكوكس بايجنز Streptococcus pneumonia يعني بيعتبروهم ايش؟ يعني برضه زيهم زي الستافيلوكوكس، يعني most pathogenic gram positive bacteria mean بالنسبه للهيومنز، و they can cause different infections in different organs and tissues of our human body. في عندنا كمان اللي هي البكتيريا اللي هي الفيجينا اللي هي انتيروكوكس. طبعا برضه هاي البكتيريا انتيروكوكس هاي البكتيريا خطيره، وهاي البكتيريا غلبت الريسيرشرز انهم يلاقوا يقولوا لها ايش انتيبيوتكس. يعني الانتيروكوكس هاي عباره عن جرام بوزيتيف بكتيريا، وفي منها تو سبيسز. هاي البكتيريا جرام بوزيتيف كوكساي تو سبيسز ار كومن، بسموهم كومن سيل متعايشات معنا بجسمنا وين بالانتستين. كومن سيل اورجانيزمز ان ذا انتستينز اوف هيومنز اللي هم انتيروكوكس في سالس 90 to 95% يعني متعايشه، والانتيروكوكس في سيم 5 to 10%. بحكي لك النيو ابيديمولوجيكال ايفيدنس هاز شون ذات Enterococci are a major infectious agents in chronic bacterial اللي بسمها بروستاتس. يعني هي مسؤولة عن إيش الانفكشن تبع مين؟ تبع البروستاتس. Enterococci are able to form biofilm in the prostate gland making their eradication difficult. ونعرف قلنا أنه كثير من البكتيريات يعني بتعمل biofilms، وهي البكتيريا من أخطر أنواع البكتيريا اللي إذا أنه عملت biofilms وعاشت بالبيوفيلم ستاتس تكون هي
هايلي ريزيستنس والاراديكيشن الاراديكيشن تبعها فيري فيري ديفيكولت. هلا اذا بتلاحظوا على التابل شوفوا كم انتبهتك هاي البكتيريا ريزيستنس لهم. خليني اورجيك انه كم بس كم دراج بيشتغل على هاي البكتيريا. شوف بنسلين جوبان بنسلين في بوزيتيف سنسيتيف، امبسلين اموكسيسيلين بوزيتيف سنسيتيف، وبننزل بعدين تحت تتراسايكلين بوزيتيف، وعندي كلوران فينيكول بوزيتيف، وفي عندي تريمثوبرام سلفامثازون بوزيتيف، لكن الباقيين كلياتهم في التيبل ريزيستنس. شوف الريزيستنس كم واحد، ميثيسيلين فلوكسيسيلين ريزيستنس، تاكارسيلين ريزيستنس، سيفازولين ريزيستنس، سيفاماندول سيفروكسيم ريزيستنس، سيفتاكسيم سيفوكسيتين ريزيستنس، سيفتاكسيم ريزيستنس، سيفتراكسون ريزيستنس، سيتازيديم ريزيستنس، ارثرومايسين ريزيستنس، ريندامايسين ريزيستنس. وبرضه قلنا لك بلس ماينس بعتبرها ايش؟ في بعض السلاز منها ريزيستنس فبقول عنها ريزيستنس، سيبروفلوكسيسين، جنتامايسين، توبرامايسين، اماكاسين، تنترمايسين، كله مجموعة الامراج الاكسايز ريزيستنس، وفي عندي كمان السلفانامايد ريزيستنس. اذا هاي البكتيريا انها ايش؟ انها مالتي دراج ريزيستنس، يعني انها ريزيستنس لمعظم انواع الادوية، لمعظم الدراجز ريزيستنس هاي البكتيريا. طيب نيجي على البكتيريا اللي هي اللي بعدها اللي عندك الكلستروديوم اللي هي بير فرنجز. طبعا هاي البكتيريا الكلستروديوم بير فرنجز هي عباره عن جرام بوزيتيف رود شيبد انيروبيك سبور فورمينج. وهاي البكتيريا وين موجوده؟ متعايشه معنا بجسمنا اوبورتونستيك. ها كان بي فاوند از ا نورمال كومبوننت اوف ذا انتستينال تراكس اوف هيومنز. بحكي لك انه هاي البكتيريا الكلستروديوم بير فرنجز از ون اوف ذا موست كومن كوز اوف ايش؟ اوف فود بويزنينج ان ذا يونايتد ستيتس. بنعرف الفود بويزنينج اللي هو واحد ايش من الميكروبيال انتوكسيشنز الصعب كتير. بامريكا في عندي اذر ذان ذيس بكتيريا اللي هو النورو فيروس والسالمونيلا والكامبيلوباكتر سافركوكس اوريوس، هذول كلهم مسؤولين عن الفود بويزنينج. بالاضافه هاي البكتيريا معهم الكلستروديوم بيرفرنجس هي واحده من الموست كومن كوز الفود بويزنينج. بقول لك الانفكشنز ديو تو كلستروديوم بيرفرنجس شو ايفيدنس اوف تيشيو evidence of tissue necrosis bacteremia، وفي عندي كمان ايش بسموها انفاي سيميتس اللي بسموها كولي سيستايتس and gas gangrene. اذا معناته الكلستروديوم بيرفرنجس عايشة معنا جسمنا as indigenous microflora، بس ايش كمان قلنا ايش opportunist. خلينا نشوف هاي البكتيريا الكلستروديوم بيرفرنجس ايش هم الدراجز اللي بيشتغلوا عليها البوزيتيف. بنسلين جي بنسلين في بوزيتيف، في عندي امبيسيلين اموكسيسيلين عندي بوزيتيف، تاكارسيلين عندي بوزيتيف، سيفامندول سيفيروكسين بوزيتيف، عندي سيفوكسيتين بوزيتيف، سيفتراكسون سيفيروكسين سيفتراكسون سيفوكسيتين بوزيتيف، سيفتراكسون وسيفوتاكسين بوزيتيف، وفي عندي التتراسايكلين بوزيتيف، وفي كلورامفينيكول بوزيتيف. بس البوزيتيف يعني اكتف، وفي عندي الاذرز كلياتهم ريزيستنس. فلما نشوف الريزيستنس هاي البكتيريا لمين؟ هذول الانتيبيوتكس. وبالتالي خلينا نشوفهم ميثيسيلين فلوكسيسيلين ريزيستنس هاي الكلستروديوم بيرفرنجس ريزيستنس هاي الانتيبيوتكس، عندك سيفازولين ريزيستنس، عندك ارثرومايسين ريزيستنس، عندك كلدامايسين ريزيستنس، عندك سيبروفلوكسيسين ريزيستنس، جنتامايسين توبرامايسين اماكاسين نيترامايسين هاي مجموعه الامراض الاكسايد كلها ريزيستنس، عندي كمان سلفرامايز ريزيستنس، عندي تريمثوبرام سلفامثازون برضه ريزيستنس. اذا معناته هاي البكتيريا برضه بنعتبرها ايش؟ برضه بنعتبرها مالتي دراج ريزيستنس بكتيريا. اجينا على البكتيريا اللي بعديها ايش؟ اسمها نيسيريا جونوريا. وكلمه البكتيريا هذه نيسيريا جونوريا احنا بنعرفها كلياتنا انها مسؤوله عن ايش هاي البكتيريا؟ انها مسؤوله شو بتسبب؟ نيسيريا جونوريا بتسبب الجونوريا، واحد من السكشوال ترانسميشن ديزيز. بالتالي هاي نيسيريا جونوريا بنعتبرها از جرام نيجاتيف بكتيريا. It causes the sexually transmitted ايش؟ جينيتو urinary infections اللي بنسميه جونوريا بالعربي سيلان، as well as other forms of gynecocal disease including the disseminated اللي هو جينوكوسيميا اللي بسموها septic arthritis and gynecocal ophthalmia اللي هو نيو ناتورم. فالسكشوال ترانسميشن is possible through vaginal sexual transmission is possible through vaginal anal or oral sex. نيسيريا جونوريا can cause infection of the genitals, throat and eyes. Asymptomatic infection is common in males and females.
Untreated infection may spread to the rest of the body, especially the joints, اللي بسميها septic arthritis. وعند ال untreated infection in women may cause pelvic inflammatory disease and possible infertility during or due to the resulting ايش اللي هو scarring. فبنشوف الان ايش هم من الدراجز اللي بيشتغلوا على هاي البكتيريا جرام نيجاتيف اللي هي نسيلي جونوريا اللي حكينا عنها شو بتسبب؟ بتسبب الجونوريا وقلنا عن الجونوريا اللي هو واحد من السكشوال ترانسميشن ديزيز وبالتالي هاي البكتيريا ما بتنتقل عن طريق اللي هي هاند تو هاند كونتاكت دايركت كونتاكت لا هاي بتنتقل ولا بتنتقل عن طريق الستيزنج والكافينج هاي بتنتقل عن طريق اللي هو السكشوال دركوز برضه هاي البكتيريا نلاحظ انه هي مالتي دراج ريزيستنس شفنا البكتيريا هذه مين الادويه اللي بيشتغلوا عليها؟ سيفتراكسون وسيفتاكسين بوزيتيف سيفتازيدين بوزيتيف إرثروميسين بوزيتيف تتراسايكلين بوزيتيف كلورامفينيكول بوزيتيف سيبروفلوكسيسين بوزيتيف واخر شيء ترايميثبرين وسلفاميثازون بوزيتيف لكن هاي البكتيريا النسيليا جونوريا هايلي ريزيستنس لمين؟ للموس اللي هم جروبز اوف ذا انتيبيوتكس فمثال بنسلين جي بنسلين في ريزيستنس ميثستيرين فلوكسستيرين ريزيستنس امبسلين اموكسلين برضه قلنا لك اذا بكون بلس وفي ستار يعني المقصود فيها قلنا لك انه بعض السترينز بكون ريزيستنس ريرلي او مش ريرلي انا ما باخذهاش دراج اوف تشويس تايكارسلين ريزيستنس سيبازولين ريزيستنس في عندي كمان سيفتكسيم سيفكستين ريزيستنس عندي ار اللي هو سكلندامايسين وفي عندي مجموعه الامانجلاكوسايز جنتامايسين تبرامايسين اماكاسين نيترامايسين عندي ريزيستنس في عندي كمان مجموعة السلفانامايز عندي ريزيستنس. إذا هاي البكتيريا برضه باثوجينيك ونز عايشة معنا بس لكن خطيرة جدا جدا وبتنتقل عن طريق السكشوال انتركورس. هلا نسيريا مننجاتس نوع آخر من نسيريا. نسيريا مننجاتس برضه نفس الشيء جرام نيجاتيف بكتيريا ذات كان كوز مننجاتس أند أذر فورمز أوف فورث أوف مننجو كوكال ديزيز مثل مين؟ مثل مننجو كوكسيميا أند اللي بسموه لايف ثريتنينج سيبسيس. طبعا هاي البكتيريا about 10% of adults are carriers of the bacteria in their nasopharynx. It is the main cause of bacterial meningitis in children and young adults, causing the developmental impairment and death in about 10% of cases. Neisseria meningitis is spread through saliva and respiratory secretions during coughing, sneezing, kissing, chewing on toys, and even through sharing a source of fresh water. Also, it has also been reported to be transmitted through oral sex and cause urethritis in men. خلينا نشوف ايش الادويه اللي بيشتغلوا عندها النسيريا اللي هي ايش مننجيتس. في عندي البنسلين جي وبنسلين في بوزيتيف يعني اكتف. في عندي كمان امبسلين اموكسلين بوزيتيف اكتف. في عندي تايكارسلين بوزيتيف. في عندي سيفازولين بوزيتيف. في عندي سيفكستين بوزيتيف. عفوا السيفتراكسون والسيفوتكسين بوزيتيف عندي سيفتازيدين بوزيتيف وعندي كلورامفينيكول وسيبروفلوكسيسين بوزيتيف وعندي اخر شيء تراميثبرم وسلفا ميثاكسيزون لكن لو جينا شفنا ايش هم ريزيستنس انتي بيس لهي البكتيريا النسيليا مننجيتس بنلاحظ ميثيسيلين فلوكسيسيلين ريزيستنس كمان في عندي تايكارسيلين سيفازولين ريزيستنس في عندي السيفوتكسين السيفوكسيتين ريزيستنس في عندي اللي هو إرثروميسين ريزيستنس وكلندامايسين ريزيستنس تتراسايكلين ريزيستنس جنتامايسين تبرامايسين أماكاسين نيترامايسين هي مجموعة الأمانوجلوكوسايد ريزيستنس وفي عندي سلفانامايز برضه بلس ماينس اللي هو بنسميه احنا ريزيستنس فبالتالي برضه البكتيريا هذه اللي هي خطيرة جدا جدا أنا بتسبب المننجيتس وبتعمل أذر انفكشنز بالهيومن بوديز وهي كمان بكتيريا برضه إنه ايش برضه نعتبر احنا مالتي دراج ريزيستنس بكتيريا ريزيستنس لمعظم انواع اللي هم ايش الانتيبيوتكس في عندنا هلا بكتيريا ثانيه اللي هي الهيموفيلس انفلونزا طبعا الهيموفيلس انفلونزا هاي البكتيريا ايش نعتبر احنا جرام نيجاتيف ايش جرام نيجاتيف بكتيريا وموس سترينز اوف هيموفيلس انفلونزا ار ايش اوبورتونستيك باثوجنز. They usually live where in their host without causing disease.
but cause problems only when other factors اللي هم such as a viral infections reduce immune function or a chronically inflamed tissues for example اللي هو الانرجنز يقول لك create an opportunity يعني هي ايش اللي هي opportunistic. فهاي البكتيريا naturally acquired disease caused by hemophilus influenza seems to occur in humans only in infants and young children. في عندنا الهيموفيلس انفلونزا تايب بي بسموه HIP causes bacteremia, pneumonia والابيجيلوتيتس and acute bacterial meningitis. On occasion it causes cellulitis, osteomyelitis and infectious arthritis. It is one of the causes of neonatal infection. بحكي لك HIP remains a major cause of lower respiratory tract infections in infants and children in developing countries where the vaccine is not widely used. Unencapsulated hemophilus influenza strains are unaffected by the HIV vaccine and cause air infections, otitis media, eye infections, conjunctivitis, and sinusitis in children and are associated with pneumonia. نعرف على كلياتنا انه هاي الهيموفيلس انفلونزا هي متعايش معنا بالابر ريسبيرتوري تراكت هي اوبورتونستيك انتهازيه وهاي البكتيريا مشكلتها من زمان كانوا يفكروا ايش كانوا يقولوا انا فيروس بس هي الفيروس اسمه انفلونزا لكن هاي بهاي اسمها هيموفيلس انفلونزا هاي اللي هي ايش بكتيريا. أنا خلينا نشوف إيش هم الـ current use antibiotics against اللي هي الهيموفيلس إنفلونزا. إيش هم الـ drugs اللي sensitive لهاي البكتيريا؟ سيفامندول سيفروكسيم sensitive positive. سيفوكسيتين positive sensitive. سيفتاكسيم سيفتراكسون positive active. سيفتازيديم positive active. تيتراسايكلين positive active. سيبروفلاكسيتين positive active. مجموعة الأمانوجلوكوسايدز جنتاميسين توبراميسين أمايكاسين نيترميسين برضو بوزيتيف أكتف ثريميثابولام سلفاميثازون برضو بوزيتيف أكتف لكن في عندي أنا كمان بعض الأنتيبيوتكس هاي البكتيريا ريزيستنس لهم بنسلين جي بنسلين في ريزيستنس ميثيسيلين فلوكسيسيلين ريزيستنس أمبيسيلين أموكسيلين ريزيستنس تاكرسيلين برضو نوت أبور بريث ثيرابي سيفازولين ريزيستنس إريثروميسين ريزيستنس كلاندامايسين ريزيستنس كلورامفينيكول برضو ريزيستنس في عندي سلفانامايز برضو ايش ريزيستنس اذا ايش اذا البكتيريا هذه كمان برضو عندي كتير كتير خطيره اللي بنسميها احنا كمان مالتي دراج ريزيس بكتيريا اللي هي الهيموفيلس ايش انفلونزا. في عندنا واحده من البكتيريات كتير كتير مهمه برضو اللي هي الاستريشيا كولاي. طبعا هاي الاستريشيا كولاي هي جرام نيجاتيف بكتيريا وهاي البكتيريا اكثر شيء مسؤول عن مين عن اليورينري اتراكت انفكشنز وهاي البكتيريا مشكلتها بايش انه دائما وابدا جينيتيكالي بتعمل ايش نيو او ديفلوبمنت نيو سترينز منها وهاي الريزيستنس للانتيبيوتكس راح نشرح لك اياها ان ديتيلز. شوف الاستريشيا كولاي سترينز دو نوت كوز ديزيز ناتشرالي لايفنج ان ذا جات اذا موجوده متعايشه معنا بالامعاء بات فايرلنت سترينز كان كوز جاسترو انترايتس يورينال تراكت انفكشنز نيوناتال مننجيتس هيموراجيك كولايتس اند اللي هو بسمه كرونز ديزيز. هاي البكتيريا قلنا لك جينيتيكالي طلعت بعض السترينز انها هاي ريزيستنس للانتيبيوتكس. Some strains of Escherichia coli, for example, O157, low H7, can produce Shiga toxins. Have Shiga toxins classified as a bioterrorism agent. The Shiga toxin causes inflammatory responses in target cells of the gut, leaving behind lesions which result in the body diarrhea. That is a symptom of Shiga toxins producing Escherichia coli, SVEC infection. في عندنا كمان this toxin further causes premature destruction of the red blood cells which then clog the body's filtering system. The kidneys in some rare cases usually in children and in the elderly causing hemolytic uremic syndrome HUS which may lead to kidney failure and even death. في عندنا أمثلة ثانية على هاي البكتيريا اللي هم genetically new strains. Uropathogenic Escherichia coli, UPEC, is one of the main causes of urinary tract infections. Enterotoxigenic Escherichia coli, ETEC, is the most common cause of traveler's diarrhea, with as many as 840 new cases worldwide in developing countries each year. The fiend and a new amino acid bacteria in May 2011, one Escherichia coli strains O1. Somehow O104H4 was the subject of bacterial outbreak that began in Germany.
certain strains of Escherichia coli are a major cause of food-borne illness. The outbreak started when several people in Germany were infected with enterohemorrhagic Escherichia coli, the EHEC bacteria, leading to hemolytic uremic syndrome, in HUS, a medical emergency that requires urgent treatment. لو جينا طلعنا ايش هم شفنا الانتيبيوتكس اخترع هاي البكتيريا الاستريشيا كولاي. نلاحظ ان هاي البكتيريا انا برضه نفس الشيء ريزيستنس لمعظم انواع الانتيبيوتكس. خلينا نشوف منهم الانتيبيوتكس سنسيتيف للاستريشيا كولاي. السيفازولين بوزيتيف سنسيتيف. سيفماندول سيفيروكسين بوزيتيف سنسيتيف. سيفوكسيتين سنسيتيف. سيفتاكسيم سيفتراكسون سنسيتيف. سيفتازيديم سنسيتيف. ستريستايكلين سنسيتيف، كلورامفينيكول سنسيتيف، سيبروفلوكساسين سنسيتيف، مجموعة الأمانوجلاكوسايد جنتامايسين توبرامايسين ومايكاسين نيتالمايسين بوزيتيف يعني سنسيتيف، وتراميثوبرام سلفاميثازون برضه عندي سنسيتيف. لكن يا ترى هاي البكتيريا ممكن في بعض الأدوية بيشتغلوش عليها طبعا لا. بنسلين جي بنسلين في هاي البكتيريا ريزيستنس لهم. ميثيسيلين فلوكسيسيلين ريزيستنس، أمبيسيلين أموكسيلين ريزيستنس، تاكرسيلين ريزيستنس. إرثروميسين ريزيستنس، كليندوميسين ريزيستنس، في عندي كمان سلفانامايز ريزيستنس، إذا المرضوا إن هاي البكتيريا كثير خطيرة للإستريشيا كولاي، هي متعايشة معنا موجودة بالجت بالأمعاء، هاي البكتيريا البكتيريا أوبورتونستيك، هاي البكتيريا مفيدة للهيومنز بس لكن انتهازية وبالتالي عشان هيك كثير كثير مهمة. في عندي البكتيريا اللي بعديها بتيجي اسمها كليبسيلا بليمونيا. طبعا هاي البكتيريا كليبسيلا بنمونيا من نعتبر احنا كليبسيلا طبعا هي اخطر نوع من الكليبسيلا. فالكليبسيلا سبيسيز ار فاوند ان ذا هيومن نوز. وين موجوده هاي البكتيريا؟ بالهيومن نوز ما نوز ماوث اند جاستروانتستينال تراكت از نورمال فلورا اند ذي كان اولسو بيهيف از ايش؟ اوبورتونستيك هيومن باثوجين متعايشه معنا بس انتهازيه. كليبسيلا اورجانيزمز كان ليد تو ا وايد رينج اوف ديزيزز انكلودز بنمونيا urinary tract infections, sepsis, meningitis, diarrhea. وبعدين عندي كمان ايش؟ peritonitis and soft tissue infections. بالتالي the majority of human Klebsiella infections are caused by what? By Klebsiella pneumoniae species. Infections are more common in the very young, very old, and those with the underlying disease, such as cancer, and most infections involve contamination of invasive ايش؟ medical devices. يعني اذا معناته نفهم احنا بنقول انه هاي البكتيريا كليبسيلا اللي هي متعايشه معنا بالهيومنز اللي هي opportunistic it can cause different systemic infections in our body وبرضه هاي البكتيريا كمان mainly بتعمل infections وين بالناس اللي بيكونوا immuno compromised. طبعا الكليبسيلا بنمونيا بيعتبروها is the most common cause of nosocomial respiratory tract and premature intensive care infections and the second most frequent gram cause of gram negative bacteremia and urinary tract infections. طبعا احنا بنعرف الكليبسيلا هي من مجموعه البكتيريات المعويه بسموها انتيروباكتيريزي فهي مسؤوله اكثر شيء عن UTI مسؤوله عن كمان عن بكتيريميا ومسؤوله كمان عن نوسوكوميال ريسبيراتوري تراكت. The ability of Klebsiella pneumonia to colonize the hospital environment including carpeting, هاي كتير مهمة, sinks, floors, and various surfaces, as well as the skin of patients and hospital staff, has been identified as a major factor in the spread of hospital acquired infections. يعني بيعتبروها من أخطر البكتيريات هذه اللي بتنتقل عدواها وين من المستشفى, اللي بتنتقل بسمها prevalence أو بسمها spread, من hospital acquired infections. طبعا في عندنا احنا اللي هم الدراجز نشوف ايش الدراجز اللي بيشتغلوا على هاي البكتيريا وبنلاحظ انه هاي البكتيريا برضه ايش مالتي دراج ريزيستنس طلع شو الادويه اللي بيشتغلوا عليها من هذا التيبل سيفامندول سيفيروكسين بوزيتيف سيفوكسيتين بوزيتيف سيفتاكسين سيفوكسيتين بوزيتيف سيفتاكسيم سيفتراكسون بوزيتيف سيفتازيديم بوزيتيف وفي عندي كمان سيبروفلوكساسين بوزيتيف وتراميثوبرام سيفاميثازون بوزيتيف لكن يا ترى شوف قديش في عندي هاي البكتيريا ريزيستنس لمعظم الانتيبيوتكس شوف البنسلين جي بنسلين في هاي البكتيريا ريزيستنس لهم برضه ريزيستنس لمين؟ للميثيسيلين فلوكسيسيلين برضه ريزيستنس امبيسيلين اموكسيسيلين
برضو ريزيستنس للتيكرسينين، برضو ريزيستنس للسيفازولين، وبرضو ريزيستنس إرثروميسين، برضو ريزيستنس لمين؟ للكليندامايسين، برضو ريزيستنس للتتراسايكلين للكلورامفينيكول، وبرضو ريزيستنس لمجموعة الأمالجلوكوسايدز جنتامايسين توبرامايسين أماكاسين إيترامايسين والسلفانامايدز. إذا معناته الكلبسلة إيش؟ الكلبسلة هاي البلمونيا واحدة من الموست باثوجينيك بكتيريا، وهي بتسبب البلمونيا، وإن البلمونيا واحد من الانفكشنز اللي كثير خطير بسبب فيه اللي هو انفلاميشن ايش؟ انفلاميشن اوف ذا ايش؟ انفلاميشن اوف ذا لانجز. في عندنا بكتيريا اخرى هلا في عندنا ايش من الادويه اللي بيشتغلوا عندي على البروتيز؟ طبعا في عندي ادويه كثير، في عندي بروتيوس سبيسيس اندول نيجاتيف، وفي عندي بروتيوس سبيسيس اندول بوزيتيف. فبالتالي لو جينا اخذناهم التنتين بنلاحظ انه البنسلين بي والبنسلين جي خلينا نشوف مين بيشتغل عليهم، يعني نشوف فين بس الفروقات. فروقات بس امبيسلين اموكسيسلين هذا بيشتغل على بروتيوس سبيسيس بس ما بيشتغلش على بروتيوس اندول بوزيتيف. وفي عندي اللي هو سيفماندول سيفركسين بيشتغل على التنتين، سيفكستين بيشتغل عندي على التنتين، سيفتاكسين وسيفتراكسون بيشتغل عندي على التنتين، وفي عندي سيفتازيدين بيشتغل على التو بكتيريا، وفي عندي سيفروفلاكسين بيشتغل على التو بكتيريا، جنتامايسين توبرامايسين اماكاسين ايترامايسين بيشتغل على التو بكتيريا، وفي عندي تيميثوبلومايسين بيشتغل على التو بكتيريا. لكن برضه انه هاي البكتيريا التنتين برضه ريزيستنس لمعظم انواع الانتيبيوتكس. في عندك بنسلين في وبنسلين جي ريزيستنس، ميثيسلين فلوكسسلين ريزيستنس، في عندي مثلا امبيسلين اموكسلين ريزيستنس بتاعت اللي هي اندول بوزيتيف، وفي عندي لهم اتحاد إيرثروميسين والكليندامايسين هذول الثنتين ريزيستنس لهم. بنوقف هون والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنكملكم. يعطيكم العافية. اليوم راح نكمل محاضرتنا عن اللي هو السنسيتيفيتي اوف كومون باثوجينيك بكتيريا لمين؟ اللي هم للسلكتد antibacterial agents. طبعا احنا بالمحاضره الماضيه حكينا عن تقريبا حوالي يمكن 8 او 9 بكتيريات، اليوم راح نكمل اللي هم عن other bacteria. فاليوم راح نبلش مع اللي هي one of the bacteria is called اللي هي سيريشيا اللي هي مار سينسس. طبعا السيريشيا هذه هي جرام نيجاتيف بكتيريا، نعتبرها هي الموست كومن اند باثوجينيك اوف ذا سبيسيز ان ذا جينس اللي هي سيريشيا المار سينسس، از نورمالي the only pathogen and usually causes nosocomial infections. اعتبروها هي واحدة من هاي المجموعة اللي بتعمل اللي هي nosocomial infections. وقلنا nosocomial infections هو نفس كلمة hospital acquired infections، الأمراض المكتسبة بالمستشفيات من هاي البكتيريا. فبالتالي السيراشيا اللي هي مارسنسس is typically found where in showers, toilet bowls and around wetted tiles. So the bacterium is an opportunistic human pathogen انتهازية. In the hospital, Serratia species tend to colonize the respiratory and urinary tracts rather than the gastrointestinal tract in adults. بعتبر هاي البكتيريا Serratia infection is responsible for about 2% of nosocomial infections of the bloodstream, lower respiratory tract, urinary tract, surgical wounds, and skin and soft tissue in adult patients.